بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطلبة تانية ماجستير إحصاء مع بعض في المحاضرة الرابعة من مادة نظرية التقديرات الخطية. دلوقتي هنتعرض لحل الانحدار الخطي المتعدد بطريقة المحددات. نفس المنطق ونفس الكلام، مفيش يعني اختلافات، غير ان المحدد بدل ما بتعامل مع محدد صغير درجة تانية بتعامل مع محدد اكبر من الدرجة التالتة زي ما هنشوف دلوقتي. المحاضرة بعنوان الانحدار الخطي المتعدد. الانحدار الخطي المتعدد مبدئيا بفكرك انت تعرف، لو معادلة الانحدار فيها اكتر من متغير مستقل فبتكون العلاقة متعددة المتغيرات المستقلة فتسمى علاقة الانحدار المتعدد، والنوع ده هو الغالب في النماذج الاقتصادية وهو الغالب في الرسائل، حيث تتعدد العوامل المؤثرة في الظاهرة، حيث تتعدد العوامل المؤثرة في الظاهرة. بس للتبسيط هنفترض ان معادلة الانحدار تحتوي على متغيرين مستقلين بس، X1 وX2. فلو عندي متغير تابع اسمه Y ومتغيرين اسمهم X1 وX2، فمعادلة الانحدار المقدرة بتاخد الشكل ده، واي المقدره بتساوي ايه زائد بي 1 اكس زائد بي 2 اسف بي 1 اكس 1 بي 2 اكس 2، حيث الواي ده المتغير التابع، اكس 1 واكس 2 متغيرات مستقله، الاي والبي 1 والبي 2 دي ثوابت مطلوب تقديرها. عشان اقدر 3 ثوابت يبقى انا محتاج 3 معادلات، لان القاعده بتقول لي لازم عدد الثوابت يبقى قد عدد المعادلات. فعشان كده بروح لطريقه المربعات الصغرى، بعمل التفاضل الاول 3 مرات، بعمل التفاضل الجزئي مره بالنسبه للاي ومره بالنسبه للبي 1 ومره بالنسبه للبي 2، وبعد ما بعمل التفاضل الجزئي بساويه بالصفر. كلمه بساويه بالصفر يعني ايه؟ يعني بيبقى في عندي معادله فيها طرف ايمن وطرف ايسر وبينهم علامه يساوي، فلما بساويه بالصفر بقدر ارتب المعادله الاولى والثانيه والثالثه، فبيطلع لك ال3 معادلات اللي قدامك دول اللي اسمهم المعادلات الطبيعيه للمربعات الصغرى. دي اسمها المعادلات الطبيعيه للمربعات الصغرى. اول واحده بادئه بسمشن واي، اللي بعدها بادئه بسمشن اكس 1 واي، اللي بعدها بادئه بسمشن اكس 2 واي. طب ازاي انا في الامتحان افتكر المعادلات ديت؟ سهله قوي، هتروح تدخل علامه السمشن على معادله الانحدار اللي هي فوق خالص دي، هتدخل سمشن على الواي تبقى سمشن واي، تدخل السمشن على الاي فالسمشن بتتقلب لان زي ما وضحت قبل كده، بعد كده تدخل السمشن على بي 1 اكس 1 فالثابت يخرج بره علامه السمشن والسمشن تخش على اكس 1، بعد كده تدخل السمشن على البي 2 اكس 2، البي 2 تخرج بره والسمشن يخش على الاكس 2، بعد كده تروح تدخل سمشن اكس 1 على معادله الانحدار اللي هي فوق دي، مش على المعادله الاولى اللي انت لسه مطلعها، لا بترجع للمعادله الاصليه اللي انت كنت لسه من شويه بتتعامل معاها اللي هي واي هات بتساوي ايه زائد بي 1 اكس 1 بي 2 اكس 2. فبتدخل على المعادله دي سمشن اكس 1، بتضرب سمشن اكس 1 في الطرفين، فيبقى سمشن اكس 1 واي بتساوي A summation X1 B1 summation X1 تربيع B2 summation X1 في X2. المعادلة التالتة بنجيبها ازاي؟ بنروح نرجع مرة تانية لواي هات بتساوي A زائد B1 A زائد B1 X1 B2 X2 ونضربها في summation X2. فلما summation X2 تدخل على المعادلة اللي فوق دي يبقى summation X2 Y بتساوي A summation X2 B1 summation X1 X2 B2 summation X2 تربيع. المعادلات الثلاثة دول ممكن تحلهم بطريقة الحذف، بطريقة المصفوفات، بس احنا عايزين نتدرب على ازاي نجيبهم باستخدام اسلوب المحددات، ازاي نجيب الثوابت اللي هم الـ A والـ B1 والـ B2 باسلوب المحددات. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة المحدد الاساسي زي ما انت شايف اسمه دلتا، وجواه العمود بتاع معاملات الـ A، عمود معاملات الـ B 1، عمود معاملات البي 2. طب الاعمده دي منين؟ من المعادله اللي ورا. ممكن تكون انت المحدد ده. بالنسبه لقيمه المحددات المرافقه، ادي المحدد المرافق للاي، وادي المحدد المرافق للبي 1، وادي المحدد المرافق للبي 2. المحدد المرافق للاي بجيبه ازاي؟ بشيل العمود عمود الاي اللي هو اول عمود في المحدد الاساسي واحط مكانه عمود الثوابت اللي هما بيبقوا موجودين بعد علامه يساوي، اللي هما summation y summation x1 y summation x2 y.
طب ازاي اجيب محدد البي 1؟ ارجع للمحدد الاساسي اللي موجود في اول الصفحة من فوق، اشيل العمود بتاع بي 1 اللي هو العمود الثاني، وانزل مكانه عمود الثوابت اللي كان موجود بعد يساوي، اللي هو سمشن واي، سمشن اكس 1 واي، سمشن اكس 2 واي، مع بقاء عمود الايه وعمود البي 2 في اماكنهم. كذلك المحدد المرافق بتاع بيتا 2 بجيبه ازاي؟ سهل قوي، برجع للمحدد الاساسي اللي في اول الصفحة فوق، اشيل عمود بيتا 2 اللي هو العمود الثالث، مع بقاء العمود الاول والثاني في اماكنهم زي ما هم، وانزل عمود الثوابت اللي هو سمشن واي، سمشن اكس 1 واي، سمشن اكس 2 واي. انا ممكن في الامتحان ما اديكش مسألة رقمية واطلب منك الشكل اللي قدامك ده، اطلب منك تكتب لي كيفية ايجاد الثوابت بالمحددات بالرموز بس، يعني تكتب لي القوانين بتاعت المحددات دي بس، مش لازم نخش في قصة مسائل وتعويض بأرقام وخلافه. طيب دلوقتي بعد ما عرفت مكونات كل محدد، تعالى معايا دلوقتي نشوف المرحلة التانية بعد ما قدرت الثوابت. طبعا انت عشان تجيب الايه هتقسم دلتا ايه على دلتا، وعشان تجيب البي هتقسم دلتا بي على دلتا، وعشان تجيب البي التانية تقسم دلتا بي 2 على دلتا. دلوقتي عايزين نشوف بقى ازاي بيتم اختبار المعنوية، وزي ما قلت لك ركز في مكونات كل محدد. قصة اختبار المعنوية، طبعا في اول الصفحة متفقين ان احنا هنجيب دلتا ايه على دلتا، دلتا بي على دلتا، دلتا بي التانية على دلتا، طلعت الثوابت معايا تمام التمام. بدخل على اختبار المعنوية بجيب التغير الكلي، لاحظ قانون التغير الكلي لا يتغير سواء كان الانحدار بسيط او متعدد. بعد كده بتجيب مربعات الانحدار عن طريق ان انت تحفظ هذا القانون اللي هو بيقول لك اس اس ار بتساوي بي 1 في القوس الكبير بتاعها وبي 2 في القوس الكبير بتاعها. حفظ الحاجات ديت ما هوش قضية كبيرة، في طرق معينة بتسهل عليا مواضيع الحفظ. لو انت رجعت للانحدار البسيط، احنا كنا اشتغلنا بالبي تربيع فضربناه في قوس، في محاضرة قبلها اعتقد كنا اشتغلنا بي 1 في بسطها. فالمهم يعني القوانين بتاعت الانحدار دي، هو قانون طويل شوية، بي 1 في قوس كبير وبي 2 في قوس كبير، بس الاقواس منطقية، بتقول لك سمشن اكس 1 واي ناقص سمشن اكس 1 في سمشن واي على ان القوس التاني سمشن اكس 2 واي سمشن اكس 2 في سمشن واي على ان الكلي درجات حريته ان ناقص واحد، الانحدار درجات حريته اتنين. اشمعنى اتنين؟ عشان المعادلة اصبح فيها اكستين، اكس 1 واكس 2. بالنسبة للبواقي بتطلع بالفرق بين الكلي وبين الانحدار، ودرجات حريتها هي الفرق بين درجات حرية الكلي ودرجات حرية الانحدار. فلما تيجي تطرح ان وان ناقص واحد ناقص اتنين تطلع ان ناقص تلاتة، بتاخد النتائج اللي انت وصلت لها وتنزلها في جدول تحليل التباين اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ونفس المنطق ونفس الأعمدة. وزي ما قلت لك مش طالب ان انت تكتب كل الكلام ده كله في العمود من فوق، ممكن تكتب اختصارات اس اس دي اف وهكذا. وبتروح بعد كده سعادتك تاخد بالك في درجات الحرية بتاعة المتعدد بيبقى درجات حريتها 2. بعد ما خلصت وعوضت في الجدول ده، هتطلع اف المحسوبة اللي هي متوسط الانحدار على متوسط الاخطاء، تقارن اف المحسوبة باف الجدولية، وتاخد قرارك بان العلاقة معنوية وتصلح للتنبؤ ولا لا تصلح للتنبؤ. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه بهدوء قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، فهو هو بس بنتكلم على حاجة اكبر، على عدد متغيرات مستقلة اكتر. لو اف المحسوبة طلعت اكبر العلاقة معنوية، لو اف المحسوبة طلعت اقل يبقى العلاقة غير معنوية وغير صالحة للتنبؤ. المعامل التحديد ار سكوير بيساوي الاس اس ار على الاس اس تي، والكلام اللي فوق ده كله انا برضك قلت لك انا ما بحبش اتكلم عنه، انا بتكلم على اهمية معامل التحديد في الرسائل العلمية. وده معامل التحديد المتعدد، زودنا جنبه كلمة المتعدد لوجود ايه اكستين. بالنسبة للخطأ المعياري للتقدير، هنا انا اكتفيت بصورة واحدة من صوره اللي هي الاخطاء على ان ناقص اتنين، اس اس اي على ان ناقص اتنين.
اللي هي بتجيبها بسهولة من جدول الأنوفا، تروح تشوف الرقم اللي جاي من تقاطع عمود اس اس مع عمود الخطأ، وتحط سعادتك الرقم دوت تحت الجذر وتقسمه على ان ناقص 2. هي الان ناقص 2 دي فيها خطأ طبعا، انا مكتشفه دلوقتي. هو المفروض ان ناقص 3، 2 دي بتاعت الانحدار البسيط، فمفروض ان احنا نصلح الاتنين دي نخليها 3. في تطبيق عملي بيقول لك ادي بيانات الواي وادي الاكس واحد والاكس اتنين، وعاوز منك تقدير معادلة الانحدار واختبار معنويتها، ومديك القيم الجدولية، القيم الجدولية اف اتنين واتنين، وطالب معامل التحديد والخطأ المعياري للتقدير. تعال نشوف مع بعض ازاي الحاجات دي بتتعمل بالارقام. بفصل الجدول في 9 أعمدة، 3 أعمدة معطيات وبزود عليهم 6 من عندي. ممكن في الامتحان ما يجيلكش كل الهيصة دي، اديك المجاميع بتاعت الأعمدة اللي في الآخر، يعني اديك السطر الأخير، لأن أنا عارف وقت الامتحان بيبقى حرج، وممكن طالب يعني وهو بيضرب عمود في عمود عينه تروح هنا عينه تروح هنا، فتبص تلاقي بيحصل أخطاء. فأنا لما اديك المجاميع النهائية دي بتاخد هذه المجاميع وتعوض بيها في معادلات المربعات الصغرى الثلاثة، الثلاث معادلات قدامك اهمت، وأدي التعويض فيهم من المجاميع بتاعت الجدول قدامك. بعد كده بروح أحل المعادلات بالمحددات، بجيب المحدد الأساسي وأجيب محدد A1 ومحدد آسف محدد الـ A ومحدد الـ B1 ومحدد الـ B2. بالنسبة للمحدد الأساسي، محددات الدرجة الثالثة بتتفك ازاي؟ بتتفك باختيار احد الصفوف افك بيه. فانا لو استخدمت عناصر الصف الاول اللي هي 35 80، بروح اضرب كل عنصر من عناصر الصف الاول في محدد صغير اسمه المحدد. طب المحدد ده بيطلع ازاي؟ ان انا اروح عند الخمسة دي، اروح اتجاهل صفها واتجاهل عمودها، يعني امشي زاوية قايمة، اتجاهل السطر الاول واتجاهل العمود الاول، فيتبقى 4 ارقام اروح حاططهم بالترتيب بتاعهم في المحدد الكبير، احطهم في المحدد الصغير اللي هو مضروب في الخمسة. بعد كده باخد التلاتين اللي هي بعد كده في الترتيب، التلاتين دي اللي هي تاني عنصر في الصف الاول، بضربه في المحدد بتاعها. انا عارف ان في قاعدة اشارات، وعارف ان انتم مستعجلين عشان تسمعوا الكلمة دي، الاشارات اللي هي موجب سالب موجب، موجب الخمسة تاخد موجب والتلاتين تاخد سالب والتمانين تاخد موجب، في قاعدة اشارات مفروض كانت تتكتب فوق المحدد من فوق اللي هي اشارات الصف الاول موجب سالب موجب، هحاول احطها دلوقتي معاكو، انما واحنا بنكتبها يعني نكمل كده مع بعض. هنا في موجب والتلاتين بتاخد سالب والتمانين بتاخد موجب، يعني باخد موجب 5 اضربها في محايددها، واخد سالب 30 اضربها في محايددها. محايد ال 30 بيطلع ازاي؟ بشطب السطر اللي هي فيه والعمود اللي هي فيه، بعمل حرف تي، فيتبقى لي 4 ارقام، 30 تحتها 80، 446 تحتها 1320، بينزلوا في محدد صغير جنب ال 30. بعد كده ال 80 باخدها بالاشاره الموجبه بتاعت قاعده الاشارات، بشطب صف ال 80 واشطب عمود ال 80، فيتبقى لي الأرقام اللي هي 30 80 210 446، باخدها بنفس ترتيبها في المحدد الكبير وأنزلها في المحدد الصغير. بعد كده بروح بقى أضرب كل عنصر في المحدد اللي جنبيه. المحدد اللي جنبيه بيتفك إزاي؟ رئيسي ناقص فرعي. رئيسي يعني 210 في 1320 ناقص فرعي 446 في 446. بعد كده أنزل على العنصر اللي بعده 30 أضربها في المحدد اللي جنبها، بيتفك ازاي المحدد اللي جنبها؟ قطر الرئيسي من اعلى اليسار لاسفل اليمين، 30 في 1320 ناقص 446 في 80. بعد كده زائد ال 80 تنزل في المحدد بتاعها اللي هو 30 في 446 ناقص 80 في 210. سعادتك ممكن تدخل كل السطر ده على الآلة وتديني الناتج الأخير، ممكن ما تعملش كل الهصة دي وتدخل
الارقام على الاله وتديني الناتج النهائي 220، يبقى انت كده خلصت فك المحددات. يعني تكتفي بكتابه السطر الاول اللي هو فيه المحددات الصغيره دي كلها، وتكتب جنبها 220 بدل ما تقعد تنقل كل الارقام الكتيره دي. نتنقل دلوقتي عشان نجيب بقيه المحددات اللي هي المرافقه. المحدد المرافق للايه زي ما انت شايف قدامك اهو، اللي هو دلتا ايه، بنفس الفكره بروح افك باختيار عناصر الصف الاول، وبعد ما تطبع الورق وبكتب فوقيه موجب سالب موجب، وهتطلع قيمته 32960. تعال نشوف المحدد اللي بعده. المحدد بتاع بي 1 انتوا عارفين طبعا بيتكون ازاي. بشيل عمود بي 1 اللي هو العمود الثاني، وانزل عمود الايه الثوابت اللي بعد يساوي، وبفكه برضك باختيار الصف الاول، طلع قيمته سالب 640. بعد كده بروح لمحدد بي 2، وبعد ما كونته اروح افكه، وزي ما قلت لك انا مش عايز الايه المفكوك البسيط ده اللي هو ايه بتاع السطر المليان ارقام ده. انت ممكن تحط المحددات الصغيره وجنبها في الاخر القيمه سالب 1380. بعد ما جبت قيم المحددات هروح اقسم المحدد المرافق على المحدد الاساسي، يعني اقسم الدلتا ايه على دلتا، والدلتا بي 1 على دلتا، والدلتا بي 2 على دلتا، تطلع قيم الثوابت زي ما هنشوف. ادي نتائج القسمه، دلتا ايه على دلتا طلع ب 149.4، دلتا بي على دلتا طلعت سالب 2.909 من الف، دلتا بي 2 على دلتا طلعت سالب 6 علامه 27.27. بعوض بهذه القيم في معادله الانحدار المقدره، يبقى 149.8 من عشره ناقص 2 علامه 909 اكس 1 ناقص 6 علامه 27.27 اكس 2. يبقى كده انت قدرت علاقه الانحدار المتعدد بالمحددات. بالنسبه لاختبار المعنويه ما اختلفش عن الانحدار البسيط كتير، بتجيب الاس اس توتال بنفس طريقه الانحدار البسيط، وبعد كده بتروح تجيب الاس اس ار اللي هو بتاع الانحدار عن طريق القانون اللي هو كبير شويه، بي 1 في قوس كبير وبي 2 في قوس كبير. البي 1 والبي 2 بنجيبهم من المعادله، وهما الاثنين كانوا بالسالب بالمناسبه، والاقواس دي بنجيبها من اخر الجدول اللي احنا كنا مسطرينه، فطلع الاس اس ار ب 597، اسف 587. بص كده الرقم ده اللي فوق 590 وده 587، يبقى احنا ما زلنا في الحدود بتاعه الامان ان الكل طالع اكتر من الانحدار. البواقي هتطلع ب3 اللي هي الفرق بين 590 و587، ودرجات حريتها هتطلع بالفرق بين درجات حريه الكلي ناقص درجات حريه الانحدار، تطلع درجات الحريه 2. هاخد بعضي واخد الارقام دي كلها واعوض بيها في جدول الانوفا. سطرت جدول الانوفا، اهم رقم ببص عليه وانا بصلح درجات حريه الانحدار انها 2 عشان الانحدار ده متعدد مش بسيط. حطيت ملخص النتائج في العمود الثاني، قسمت العمود الثاني على الثالث، طلعت المتوسط، اقسم متوسط الانحدار على متوسط الخطأ، اشوف نسبة الانحدار الى الخطأ بقد ايه، طلعت 195.67 من 100. ابص كده الاقي المحسوبة 195، ده رقم كبير جدا لما اقارنه باف الجدولية عند درجات حرية 2 و2، الاف تي بتلعب 19، فال 195 دي اكبر منها، يبقى الاف المحسوبة اكبر من الجدولية، يبقى كده الانحدار اللي معايا انحدار معنوي والعلاقة تصلح للتنبؤ، الانحدار اللي معايا significant. بتنقل لمعامل التحديد وبتنقل للخطأ المعياري. معامل التحديد المفروض انه اس اس ار على اس اس توتال، فهقسم 587 على 590 هيطلع معامل التحديد عالي قوي، 99 من 100، او بمعنى اخر 99%. ده معناه ان اكس 1 واكس 2 بيفسروا 99% من الواي، ده معناه ان اكس 1 واكس 2 بيفسروا 99% من الواي. الكلمتين اللي انا قلتهم في الاخر دول مش مكتوبين بس بكتبهم انت، ان اكس 1 واكس 2 بيفسروا 99% من الواي. الخطأ المعيار للتقدير
الخطأ المعيار للتقدير بيتكرر فيه الخطأ اللي هو بتاع درجات الايه الحرية اللي تحت. احنا اتفقنا ان الرقم ده 3، ان احنا بنقسم على بنقسم الجذر بتاع اس اس اي على ان ناقص 3. اشمعنى 3؟ طب انا مصمم على 3، هي الكتب بتكتبها 3. طب ليه بتكتبها 3؟ لان عدد الثوابت ب3. في الانحدار البسيط كنا بنقسم على ان ناقص 2 عشان عدد الثوابت 2، ال A وال B. انما هنا انت معاك 3 ثوابت، يبقى المفروض تقسم على 3. انا طبعا حاولت اصلح في الاتنين دي، اخليها 3 على قد ما اقدر. وطبعا لما اقسم 3 على 2 المفروض الناتج ده هيتغير، فانت هتبقى تشوف الناتج يطلع بكام بالظبط. مش هيطلع 1 بقى في الحالة دي، يبقى الخطأ المعياري كان فيه خطأ. مسألة تانية، مديني بيانات عن المبيعات واي، وعدد منافذ البيع اكس 1، وعدد ساعات العمل اكس 2، وطالب المعادلة، وطالب تقدير المبيعات عندما يصبح عدد المنافذ 10 وعدد ساعات العمل 15. معادلة انحدار عادية بس هتبقى متعدد عشان معايا اكس 1 واكس 2، انا بشاور عليهم بالنقطة اهوت. فببدأ اقول له المعادلة المناسبة اللي هي بتاعت الانحدار المتعدد. الجدول بتاعنا اللي هو مكون من 9 أعمدة اختصرناهم دلوقتي 6. ليه؟ لأنه ما طلبش اختبار جوهرية، فبالتالي مش محتاج أعمدة اختبارات الجوهرية، محتاج ال6 أعمدة اللي قدامنا دول. ده كده 3 ودي 3، كده بقوا 8 أعمدة. يعني ايه اللي حصل؟ شلنا عمود، هما المفروض 9 أعمدة، شلنا العمود بتاع واي سكوير، واي تربيع اللي هو بيستخدم في اختبار المعنوية. يبقى انت كده معاك جدول فيه 8 أعمدة بس. ليه مش مفيش 9 زي المرة اللي فاتت؟ لأن أنا مش محتاج العمود التاسع بتاع واي سكوير اللي بنستخدمها في الاس اس توتال. ببدأ أروح للمعادلات الثلاثة بتوع المربعات الصغرى وأعوض فيهم. طبعا الحل هنا مختصر، إنما لازم يكون معانا المحدد، المعادلات مكتوبة، وبعد ما دخلت عليها المج والمج اكس 1 والمج اكس 2، بعد ما عملت معاها كده بتطلع منها المحددات. يعني الحل المختصر دوت ممكن انت يعني تتوسع فيه عن كده شوية. بالنسبة للمحدد العام طالع ب20، بالنسبة للمحدد الـ A طالع ب70. هتقسم 70 على 20 تطلع 3.5. طريقة فك المحدد زي ما قلت لك، بنختار عناصر الصف الأول وبنختار لها إشارات موجب سالب موجب ونفك المحدد عادي. تعال نشوف بقية الـ A الثوابت. ادي البي 1 محددها طلع ب20، فلما تيجي تقسم 20 على 20 تطلع 1، دي قيمة بي 1. البي 2 طلعت البي 2 طلع محددها ب10، فلما تيجي تقسم 10 على 20 تطلع البي 2 بنص. هتاخد قيمة الاي وقيمة البي 1 وقيمة البي 2 وتعوض بيهم في علاقة الانحدار. عوضنا في علاقة الانحدار فطلع عندك واي هات بتساوي 3.5 زائد اكس 1، طبعا الواحد ما بيتكتبش جنب اكس 1، زائد نص اكس 2. بعد كده كان بيقول لك اعمل لي تنبؤ لما يكون ساعات العمل اللي هي ال 15 اللي هي اكس 1 ب 15 ومنافذ البيع ب 10، فبتروح تعوض بال 15 وال 10 في الواي هات، طلع لك التنبؤ ب 21. في حاجات معينة انا ركزت عليها في المحاضرة، في حاجات معينة قلت لك ركز في تكوين المحددات وطريقة كتابة المجاميع جواها مش بالأرقام، بالرموز. في حاجات معينة أنا يعني جريت فيها. الطالب بقى اللي هو بيبقى سامع المحاضرة كويس وفاهم المحاضرة كويس بيبقى عارف ايه المطلوب. كده احنا وصلنا لنهاية المحاضرة الرابعة، تحياتي ليكم جميعا وشكرا.